قبل حوالي 10 ايام اعلنت ريلمي عن هاتف جديد بالسوق الصيني واللي هو ريلمي جي تي نيو 2، والان وبهذا الاسبوع انتشرت بعض الاخبار على بعض المواقع تشير الى انه ريلمي قاعد تخطط لاطلاق جهاز جديد من نفس هاي السلسله، ولكن هذا الجهاز راح يجي تحت مسمى الريلمي جي تي نيو 2 تي، مسمى كارثي وطويل. وان شاء الله بهذا الفيديو راح اتحدث وياكم عن كل تفاصيل موجوده عن هذا الجهاز سواء من ناحيه المواصفات او السعر او التوفر، لذلك اذا مهتم تابع الفيديو للنهايه. اهلا ومرحبا بكم بهذا الفيديو، انا محمد وياكم من قناتي راكي تيك، وفي هذه القناة راح اشوف مراجعات الهواتف والاجهزة التقنية ونتكلم عن هذا المجال بشكل عام، لذلك اذا كان هذا النوع من المحتوى يهمك فتأكد ان تكون مشترك بالقناة. الان ابرز المواصفات المنتشرة عن هذا الجهاز بالمواقع وراح ابدا بيها مع الشاشة. بالنسبة للشاشة فبحسب اغلب المواقع راح تكون بحجم 6.4 انش او 43 انش، راح تكون من نوع اموليد وبدقة فول اتش دي بلس، وبالتأكيد راح تكون مع معدل التحديث ال 120 هرتز، لان هذا الشيء صار ستاندرد بالنسبة ل 2021. طبعا ايضا الشاشه راح تكون فلات ما بها اي انحناءات، وبالنسبه للتصميم كواجهه اماميه او بالنسبه للشكل الخارجي فهو مقارب جدا لهاتف الريلمي جي تي نيو 2 اللي تم اعلان عنه قبل ايام قليل. فاهم تغيير صار بهذا الجهاز عن الجهاز الثاني هو انه الريلمي هنا استخدمت معالج مختلف عن المعالج الموجود بذاك الجهاز. الريلمي جي تي نيو 2 كان يجي مع معالج سناب دراجون 870، ولكن هذا الجهاز ال 2 تي راح يجي مع معالج من دايمنسيتي ميديا تيك 1200. وبصراحه بالنسبه لمعالجات ميديا تيك بالفتره الاخيره قاعد الاحظ بالفترة الاخيرة انه فعلا قاعد تكسب احترام المستخدمين، كونها قاعد تجي بهواتف بفئة سعرية منافسة جدا، وبنفس الوقت تقدم اداء المستخدم يكون راضي عنه تماما. وبالنسبة للرام والذاكرة، فهذا الجهاز راح يجي مع رام 6 او 8 جيجا بايت، والذاكرة راح تكون 128 او 256 جيجا بايت. اما بالنسبة للكاميرا، الكاميرا الامامية بهذا الجهاز راح تكون بدقة 16 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية راح تتكون من 3 عدسات. العدسة الاساسية الوايد راح تكون بدقة 64 ميجا بكسل، والعدسة الثانية راح تكون الترا وايد او للتصوير بزاوية عريضة وراح تكون بدقة 8 ميجا بكسل، والثالثة راح تكون عدسة ماكرو او للدبث وراح تكون بدقة 2 ميجا بكسل. بالنسبة للكاميرات فما كان اكو اي ذكر لنوع المستشعر المستخدم بهاي العدسات، وانما فقط لعدد الميجا بكسل الموجود بهاي الكاميرات. ننتقل للبطارية اللي ايضا صار بيها تغيير عن الريلمي جي تي نيو 2، هنا راح تكون بحجم 4500 ملي امب عكس الجهاز السابق اللي كانت 5000 ملي امب، وبالنسبة للشحن السريع ومنفذ الشحن فهو نفسه ما تغير، راح يكون من نوع يو اس بي سي، وبالاضافه الى الشحن السريع بقوه 65 واط. وايضا بالنسبه لمنفذ السماعات ال 3.5 ملم راح يكون موجود مع هذا الجهاز. نتكلم عن البصمه فبصراحه ماكو شيء مؤكد عنها، بعض المواقع تقول انه راح تجي بصمه مدمجه اسفل الشاشه، والبعض الاخر تقول انه راح تجي مدمجه مع زر الباور. بصراحه ما اتوقع نهائيا البصمه راح تكون مدمجه بالشاشه، لان مثل ما تعرفون انه هذا الشيء يزيد من تكلفه الجهاز، وبالتاكيد هذا الشيء الشركه ما تريده، لذلك اتوقع بنسبه كبيره البصمه راح تكون مدمجه مع زر الباور. وبصراحة اعتبر انه هذا الشيء البصمة تكون مدمجة مع زر الباور شيء ايجابي جدا، ولكن بالتأكيد اكو ناس تفضل البصمة المدمجة بالشاشة. اما بالنسبة للاسعار، الجهاز تحدث عنه الاسبوع الماضي الريلمي جي تي نيو 2 كان يجي بسعر 370 دولار بالاسواق الصينية. اما بالنسبة لهذا الجهاز فراح يطرح بالاسواق الصينية بسعر 310 دولار، ومثل ما ذكرت ايضا بالفيديو السابق بما انه هذا السعر راح يكون بالاسواق الصينية فبالتأكيد عندما الجهاز راح يتوفر عندنا بالعراق السعر راح يكون اقل. اقل بشقد بصراحه هذا الشيء يختلف من جهاز الى جهاز، ولكن بشكل عام الاجهزه دائما تكون عندنا ارخص بالعراق. وبالنسبه لموعد توفر فبصراحه ماكو موعد توفر رسمي للجهاز، لا بالعراق ولا بالوطن العربي بشكل عام. هذا كان كل ما عندي بالنسبه لهذا الفيديو، انا محمد واشوفكم بالفيديو الجاي.